الألعاب الجماعية من كرة اليد. منتخب السيدات الأول لكرة اليد حدد مواجهة الجزائر وديا في لقاءين وديين هيكونوا يوم 15 ويوم 20 أكتوبر اللي جاي بإذن الله، في أول ظهور للمنتخب بعد تكوينه وأول مباراة ودية ياخدها المنتخب من 10 سنين. المنتخب هيبدأ يوم الحد اللي جاي تجمعه الثاني، يوم الحد اللي جاي بإذن الله هيكون في المركز الأولمبي في المعادي. كان المنتخب عمل معسكر لمدة أسبوع وحصل على راحة تحت قيادة المدير الفني كابتن رامي عبد اللطيف، وده استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية اللي هتستضيفها السنغال في نوفمبر المقبل إن شاء الله. ضمت قائمة منتخب السيدات في أول تجمع اللاعبات في حراسة المرمى فرح الشاذلي من نادي الشمس، أمنية خالد من الأهلي، ومنة سيد من الأهلي، تسنيم جمال من الشمس، وجناح أيمن سلمى عبد الرازق من فريق الشمس، وظهير أيمن دعاء حلمي من نادي الأهلي، نورين الخولي من سبورتينج، ودنيا صقر من الأهلي، وملك طلعت من سبورتينج. في صناعة اللعب أو صناع اللعب نوران خالد من سبورتينج، وشيماء الوزيري من الشمس، وجناح أيسر أمينة هشام من سبورتينج، ويارا خالد من الشمس، ظهير أيسر كمان سهيلة خالد من الزمالك، ونهى أيمن من سبورتينج، وسارة يحيى من الزمالك. على مركز الدايرة ليلى هيثم من الأهلي، وشهد الشواربي من الأهلي، ومريم أسامة من سبورتينج، وشهد حسام من سموحة. دول أسماء منتخب مصر، اسمعوا الأسماء كويس وعرفوها عشان الفترة اللي جاية أكيد إن شاء الله هيكونوا نجمات كبار، لأن هم هيمثلوا المنتخب الأول وهيحاولوا إن هم ينافسوا بشكل كبير بعد فترة كبيرة جدا بعيدة ما كانش فيه منتخب للفريق الأول. المعسكر اللي جاي هيكون يوم الحد إن شاء الله.